أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، لو كانوا يعلمون. هذه آيات طبعا يعني في سياق تعيير الله عز وجل لليهود وتوبيخ الله سبحانه وتعالى لهم، وكيف أنهم يعني كانوا ينقضون المواثيق مع الله جل وعلا ميثاقا بعد ميثاق، حتى رفع الله عز وجل فوقهم الطور، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. نعم. وإذ نتقنا الجبل كما في الأعراف أيضا، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
كذلك هنا في سورة البقرة ومع ذلك يعني قالوا يعني خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا فعاقبهم الله جل وعلا وشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم أي بسبب كفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إذا كان هذا الذي أنتم عليه هذا الذي تزعمونه إيمانا فبئس ما يأمركم به هذا الإيمان من الكفر بالله وعبادة غير الله جل وعلا ونقض المواثيق مع الله عز وجل. وفي استمرارا يعني لذلك قل إن كانت لكم الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. طبعا كلمة قل معناها والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخبر الناس أيضا قل أنا وحي منزل من السماء هو هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هو مأمور يبلغ الوحي المنزل إليه لذلك ينقل قل إن كانت لكم الدار والآخرة. وهذا وإنه يعني هؤلاء المجرمون الذين يدعون من كلامه صلوات الله وسلامه عليه طبعا يعني علمتم أن الله جل وعلا تحدى العرب قاطبة وكانوا يعني على عرش اللغة والبيان تحدهم على مدار 23 عاما في القرآن المكي وفي القرآن المدني وتحدهم في القرآن كله وتحدهم في 10 آيات وتحدهم في أقصر آية من آيات القرآن وتحدهم في مكة في أقصر آية في يونس وتحدهم في المدينة في 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 في, في البقرة يعني وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين يعني أعطاهم مهلة في ذلك ولم يستجيبوا له. وكذلك المواضع التي كان يلوم الله جل وعلا فيها نبيه صلوات الله وسلامه عليه في الوحي عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وحين عاتبوا أيضا على يعني عاتبوا على إذن المنافقين في التخلف وعاتبوا على اجتهاده صلوات الله وسلامه عليه في أسارى بدر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة عاتبه في يعني في في عبد الله في عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان مجهولا مع هؤلاء فعبس عنه وعبس في وجهه نزل قرط العبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزك أو يذكر فتنفعه الذكر. كل هذا ينقله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولذلك كذب الله هؤلاء المجرمين جميعا وقال أريحوا أنفسكم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. يعني لا يسمح الله جل وعلا لأحد بأن يكذب عليه أبدا. يكذب عليه بيهلكه الله سبحانه وتعالى. العاصي والكافر يمهله الله جل وعلا. لكن الكذاب الذي يغير دين الناس ويدعي على الله جل ويكذب على الله جل وعلا لا يمهله الله سبحانه وتعالى بدلالة هذه الآيات. إذا قول قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. طبعا الدار الآخرة مقصود بها إيه؟ دار الآخرة الجنة. يعني جنة في الدار الآخرة. فهنا يقول الله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. خالصة يعني خلص الشيء يخلص خلوصا ويعني وخالصة إذا صفى لك الشيء. ومنه قوله هذا من خلص من يعني من يعني خل من يعني خلصاني يعني من خصتي من ألصق الناس بي. إذا قوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة يعني صافية لكم دون الناس فتمنوا الموت. طيب قبل تمني الموت دي طب لماذا أمر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول لهم ذلك؟ لأن اليهود قبحهم الله كما ذكر الله جل وعلا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم. الناس دي بيتكلموا بالأماني أمنيات كاذبات لا حقيقة لها. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وادعت اليهود وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه
قل فلما يعذبكم بذنوبكم، انت تعذبوا وتعذبوا، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فكذبهم الله جل وعلا في ذلك، ولذلك العلماء استدلوا بهذه الآية على أن الله جل وعلا لا يعذب رجلا أحبه الله، الله جل وعلا لا يعذبه، لأنه قال لما قالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال فلما قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يبقى لو كان يحبكم لم عذبكم، لكنه لا يحبكم، ولذلك سبحانه وتعالى يحب المؤمن يبقى لا يعذبه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذا فهمنا لماذا قيل لهم ذلك؟ لأنهم كانوا يكذبون على الله جل وعلا، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. طيب لذلك هنا، طيب إن كنتم صادقين في ذلك قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، يعني هي الجنة لكم فقط، أما يدعون الآن، مش هم بيدعوا الآن، هم بيدعوا إحنا شعب الله، هم شعب الله المختار. طيب فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. طيب شنتم أنتم تزعمون إن أنتم الدار الآخرة لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، طيب وأنتم أبناء الله وأحباؤه، طيب فتمنوا الموت، خلص الموت هيحكم الدنيا اللي انتم فيها ديت، الزلة اللي انتم فيها والمسكنة التي انتم عليها، وتدخلون الجنة، فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. طيب وهنا في تمني الموت هنا قولان لأهل العلم. القول الاول فتمنوا الموت، المقصود من ذلك ايه؟ المقصود من ذلك المباهلة، ان يباهلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ايه معنى المباهلة؟ مباهلة مفاعلة، مفاعلة في طرفان، يعني يخرجون أمام النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكل من الفريقين يدعو الله جل وعلا أن يجعل لعنته على الكاذب منهما. والمباهلة دي حدثت مع نصارى نجران حين كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه عبد الله ورسوله، وهم جادلوه بأنه إله وابن إله، وجادلوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، فنزل قول الله جل وعلا فإن حاجوك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. حديث عند البخاري لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك قال بعضهم لبعض تعلمون والله أنه نبي، ولقد علمتم أنه ما باهل أحد ما باهل نبي أحدا قط إلا أهلكه الله. فوعدوا على اليوم الثاني، اليوم الثاني جاءوا بالجزية وعطوه عن يد وهم صاغرون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والله لو خرجوا إلى الوادي لضرم الوادي عليهم نارا، يعني لاشتعل الوادي بهم نارا. فهو بالضبط هنا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، هذا التفسير الأول، إن إيه؟ فدعاهم إلى إيه؟ إلى المباهلة، كقوله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يعني تعالوا ندعو أينا اللي في الضلالة فربنا يزيد ضلالة كما فعل أبو جهل. أبو جهل استفتح يوم بدر، استفتح على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاللهم أيونا أقطعنا للرحم، ويعني ويعني وأكذبنا ونحو ذلك فأحميه الغداء، كما قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، هم قالوا اهدنا فأمطر علينا حجارة من السماء، حمقى يمغفلون، ده المغفل أحسن منهم حالا، لم يقولوا اهدنا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذا دعاهم هنا فتمنوا الموت، طب وكيف يطلق التمني على المباهلة؟ ما هو الوجه بين تمني الموت وبين قول العلماء إن المقصود هنا هو المباهلة؟
قالوا لأن في المباهل كل واحد من المتباهلين يتمنى الموت الايه؟ لخصمه. لذلك قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فهمنا القول الأول؟ طيب القول الثاني في تفسير الآية، وبعض العلماء يقول لي انت هتدخلنا ليه في متخلينا في قول واحد وهو قول الثاني؟ لا، قول الثاني هيثبت لك القول الأول، هتفهمه جيدا. القول الثاني يقول والله طيب إذا كنتم أنتم القول الثاني أن ليس هناك مباهلة، تعرفت يعني إيه مباهلة؟ يعني يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج هؤلاء ويجعلون لعنة الله على الكاذبين. شو أنتم بتقولوا إن الدار الأخيرة لكم؟ وأنا أقول لكم ليس لكم الدار الأخيرة، ليس لكم إلا النار. تعالوا نخرج وندعو الله جل وعلا باللعنة على الكاذب منا. القول الثاني لا، ليس هناك مباهلة، لكن إذا كنتم أنتم تزعمون أنكم أبناء الله وأحباؤه وأنه لا يدخل الجنة غيركم، طيب تمنوا الموت، اسألوا الله الموت حتى تدخلوا الجنة التي تدعونها، يبقى ليس هناك مباهلة، بس أنتم اسألوا الموت. هذا الوجه الثاني الذي ذكر في تفسير الآية. لكن الوجه الثاني هذا وإن كان مال إليه بعض العلماء إلا أن فيه نظر كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. طيب إن هو يلزم من كل واحد صادق إنه لو لم إنه يتمنى الموت، طب المؤمن يخاف، المؤمن يكره الموت ولا لا؟ يكره الموت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته. طيب ما هو المؤمن هو عنده من الصالحات، لكن لو قلت له تمنى الموت مش هيتمنى الموت، لأنه يتمنى أنه يزداد من الصالحات فيرتفع عند الله جل وعلا. فما وجه تمني الموت حتى لو كان الإنسان صالحا؟ يبقى لليهود إذا امتنعوا عن تمني الموت أن يجيبوا عن ذلك: والله نحن فعلا صادقون، نحن صادقون فيما قلنا، لكن لا نتمنى الموت حتى نزداد من إيه؟ من الصالحات. وأنتم أيضا لا تتمنون الموت، وأنتم ونبيكم صلوات الله وسلامه عليه يقول أن يعني يكره الموت وأكره يا مساءة، ونحن نكره الموت كما تكرهون أنتم الموت. يبقى الوجه الأول أرجح ولا لا؟ أرجح ولا لا؟ لا، نحن نتكلم الآن واحد زاد واحد مش متسويش ثلاثة، زي ما النصارى بتقول واحد زاد واحد زاد واحد يساوي واحد. كيف واحد زاد واحد زاد واحد؟ إله وابن وروح قدس، وفي الآخر يطلع واحد. لا في دنيا اللي كذا ولا اللي كذا. خلينا في درسين. واحد زاد واحد زاد واحد هتساوي واحد، ده بقى عند العباسية. المهم هنا ايه بقى؟ ان القول الاول هو الراجح، المباهلة دي. وبالمناسبة واحد رافضي باهل على ان ابا بكر في النار، وعمر في النار، وعثمان في النار، والعشرة المبشرين. وكان بيقول هي حديث العشرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد، والعشرة المبشرين. يقول يسخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هي الجنة زيبة؟ هذا الأفاك العجيب باهل، هو هذا المجرم باهل على أن هؤلاء في النار، فقتله الله سبحانه وتعالى شاء الله قتله. إيه والله ربنا قتله إن شاء الله قتله. وقالوا معروف. إذن قل إن كانت لكم الدار الأخيرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. واستعمال إن هنا التي تفيد الشك للدلالة على أنهم ليسوا صادقين فيما كانوا يدعون، لأن إن هنا تفيد الشك، مشكوك في صدقه، فاستعمل الأسلوب الذي يناسب ذلك. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لا يمكن، شهد الله جل وعلا عليهم بذلك. لم ينتظر جواب اليهود ولا موافقتهم على هذه المباهلة، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. الباء هنا باء السببية، بسبب ما قدمته أيديهم. طب وللتقديم بالأيدي أنا يعبر عن إيه؟ بما قدمته أيديهم هنا الذنوب، لأن اليد آية إيه؟ آية الكسب، فعبر بها عن الذنوب بما ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بسبب كسب أيديهم من الذنوب والمعاصي والكفر
هم يعلمون الجرائم التي ارتكبوها. نعم. والله عليم بالظالمين، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. عليم فعيل، صيغة مبالغة، يعني كثير العلم بالظالمين بالكافرين. والظالم عندما يطلق، والظلم عندما يحل بالألف واللام يبقى يطلق على الكفر. والله عليم بالظالمين الكافرين، هؤلاء كفروا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه والسياق عليهم، يبقى والله عليم بالظالمين بهؤلاء المشركين من اليهود، أشركوا بالله جل وعلا وكذبوا النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم زادهم الله جل وعلا تشنيعا وتقبيحا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. الضمير هذا يعود على من؟ ولتجدنهم اليهود، السياق في اليهود. طيب، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أحرص الناس، أحرص أفعل التفضيل، يعني أحرص من غيرهم على الحياة. نعم، أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. أحرص الناس، هو قال أحرص على من؟ لا، هنا أضاف أحرص إلى 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 المعرفة للدلالة على أنهم لا يدانيهم أحد في الحرص على الحياة. لذلك قال، لذلك حذف المفضل عليه لأنه لا يدانيهم أحد في ذلك. لأن في أفعل التفضيل في مفضل، في يعني يا مفضل ومفضل عليه. فحين يضاف أفعل التفضيل ويحذف المفضل عليه لا يدانيهم أحد في هذه الصفة. فذلك لم يحتجنا إلى ذكر المفضل عليه، ولكن فلان أفضل من فلان، يبقى في يبقى هم مشتركين في إيه؟ في الفضل، لكن هذا أكثر من هذا في الفضل. لكن هنا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، وهم كمان قبل المشركين، لأن كلام الله لا يقدم الله جل وعلا في كلامه إلا ما كان مستحقا للتقديم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا والمروة قال إيه؟ أبدأ بما بدأ الله به. الحديث ثابت في الصحيح، إن الصفا والمروة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا وانتهى بالمروة. إذن لا يبدأ الله جل وعلا إلا بشيء مستحق في البداية. لذلك اليهود أحرص من المشركين حتى ومن الذين أشركوا، أحرص كذلك من المشركين، لكن بينهم حرص، لكن اليهود أحرص منهم على حياة. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لأنه هو يعلم ما له عند الله جل وعلا، فيكره الموت، لأن الموت حيقطع عليه الحياة التي يحبها من جميع، يحبها من جميع قلب يحب الحياة، ويكره الموت لأن الموت يعلم ما له بعد الموت. ويود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه، وما هو الضمير هنا يعود عليه، وما هو بمزحزحه، أي وما التعمير وطول، وما التعمير وطول البقاء بمزحزح هؤلاء عن العذاب حتى لو عمروا ألف سنة. النهاية واحدة ولا لا؟ قال الله جل وعلا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ولم يأتيهم الموعد ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ماذا فعل لهم التعمير؟ لذلك قال جل وعلا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر، أي وما التعمير ولا طول البقاء بمزحزحه عن من العذاب أي يعمر، والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون فيها تهديد ووعيد لهم وترويع لهم، لما يقول لك والله بصير بما يعملون يعني انتبه، فهو مطلع عليك وسيجازيك بعملك هذا، كما قال جل وعلا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ولذلك شوف هؤلاء، حب هؤلاء للحياة خلاف المؤمنين. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لعدائه جئتكم بقوم، وكثير من جنوده، جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. هكذا كان المؤمن، يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. المؤمن يعلم ما له عند الله عز وجل. قل هل تربصون بنا، ماذا؟ كلام لأعداء الله جل وعلا.
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، إما النص وإما الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. إما ربنا يقتلكم بقارعة يعني تقرعكم وتهلككم، أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. وهي المعادلة دي، المعادلة اليسيرة دي، إيه المعادلة؟ المؤمن والكافر. المؤمن يحب الموت والكافر يحب الحياة، وحب المؤمن للموت أعظم من حب الكافر للحياة. المعادلة دي حط بقى هنا مع الكافر ده عتاه أسلحة وكل ماشي، وضح لنا فقط حبه للشهادة. هنا فقط إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ضع هنا فقط أمام كل هذا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ضع هنا فقط ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هنا المعادلة دي تقلب الأمور رأسا على عقب، والله العظيم، والله كما قال الله جل وعلا ولينصرن الله من ينصره. ما المشكلة اللي احنا فيها ايه؟ طب المؤمنين والمؤمنون على كده، ما المشكلة البلاء اللي بيعيش في الذي يعيش في الأمة سببه ايه؟ سببه تفريط الأمة في نصرة دين الله. ولينصرن الله من ينصره ومن أصدق من الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم معه. هو الأسلحة والعتاد والدبابات والطائرات هتعمل إيه مع الملائكة؟ هتعمل إيه؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة موظفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. في مقابل حب هؤلاء للحياة المؤمن يحب الموت كما يحب هؤلاء الحياة، وهذه المعادلة لو نصر المؤمن دين الله جل وعلا كفيل القلب الموازين كله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك قلب الموازين كلها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله.